رجعنا لكم من جديد. اليوم يا جماعة بسوي لكم ساندويش توست ببيض السمان. طيب هيكون عندنا طبعا توست نوعين جبنة موزاريلا وجبنة تشيدر، ملح فلفل اسود، اذا تبغاه سبايسي ممكن تحط شرايح الفلفل المجفف. طيب وبعدين هنا اوريغانو، هذا بهار عطري اللي هي اوراق الزعتر، هتديك طعم كويس. اللي يحب الجبنة، اللي يحب البيض، واللي يبغى وجبة خفيفة هيستمتع. ركزوا معايا. طيب يا اخوان، بيض السمان زي ما انتم ملاحظين انها بيضة صغيرة، ولكن في القشرة الداخلية قاسية، فانصحكم انكم تستعملوا السكينة وبعدين تسووا زي كذا تقطعوا، فهمتوا؟ بعدين شوفوا كيف صغيرة. طيب اذا ما صعب يضع عليها يعني بعد كده حنبدأ نخفق. أنا حطيت الطبق كامل علشان أبغى بروتين أكثر، دوبي متمرن فأبغى بروتين. أوكي أخفقه. سلام. أوه كويس. الآن نجيب طاوتنا العزيزة ليلى ونحطها على النار علشان حنقلي البيض، ولكن ركزوا هنا لازم تسووا حركات سريعة. أوكي لأنه كل شيء حنحط هنا. الآن نجيب بخاخ الزيت، نحط بخة طيبة، بعد كده حنحط البيض. ممتاز. الآن نجيب التوست، حنسوي كذا بعدين تقلب وتحطه كذا. أوكي اللي بعده نفس الشيء، حتسوي كذا بعدين تقلب. ممتاز. تقريبا دقيقة واحدة يطبخ لين ما تسوي زي كذا. حتشوفوا الآن انطبخ. إيش المطلوب منكم؟ تجيبوا هذه وتقلبوا كل شيء مع بعض. حلو حلو. يلا ركزوا الآن، حتبدأوا تدخلوا الأطراف هذه كذا على جوا علشان نبغى توست مظبوط مقفل. نجيب الطرف الثاني بيد واحدة، الموضوع صعب ترى. أوكي الآن حنبدأ إيش نسوي؟ حنحط الملح والفلفل الأسود والأوريغانو، وحنحط كمان الفلفل، قلت الفلفل حنحط الجبنة الموزاريلا. نجيب الجبنة الموزاريلا ونحطها هنا، وعادي لو نزل شوية على نفس الطاوة عادي. المهم حط الجبنة الموزاريلا بسرعة، وأبغاكم الآن تقلبوا تقلبوا عليها تقفلوا. اوكي يلا لسه ما خلصنا، اصبروا باقي هذا الجبنه. في اي شيء على الطاوه تسوي الحركه البهلوانيه هذه، تلفه، فهذه حتسوي زي الممسحه، حتشيل اي حاجه على الطاوه. اوكي طبعا الطاوه اللي انا مستعملها اللي هي نون ستيك بان، اللي هي اللي ما يلصق فيها شيء. طيب حلو، الان حنجيب اخر حاجه حنجيب الجبنه الشيدر ونحطها هنا. الان ركزوا ايش حنسوي. الآن المطلوب منكم تقلبوا بالضبط على الجبنة ولا تحركوا. الآن إيش اللي حيصير؟ حتبدأ الجبنة الشيدر تسيح، وبعد ما تسيح حتبدأ تتقمر وتصير فيها طبقة مقمرة، نفس الجبنة حتنطبخ وتصير مقمرة. حوريكم الآن إيش حيصير. هذا اللي قاعد يصير الآن حرفياً، الجبنة الآن قاعدة تنشوي. طيب خلوها تنشوي تكمل الشوى حقها إلين ما تلاحظوا إنه بدأت الجبنة أطرافها تتقرمش. خلاص الآن الجبنة صارت جاهزة، الآن حنشيلها هنا وتقلبوا. شايفين إيش صار؟ نفس الجبنة الآن اتحمرت وصارت مقرمشة. دحين أوريكم، أسمع الصوت. يا سلام. يلا الآن نفتح نقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. الآن خلينا نجرب ندوق. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نجرب. طبعا هذا الساندويتش يا جماعة أسهل من السهل نفسه، شفتوا السهل أسهل منه. أوكي جبنة مع بيض، وهذا اللي برا الشيدر. بسم الله. الآن هذا ساندويتش مرة سهل يا جماعة، أبغى تفاعلكم كلكم جربوه وما حتندموا. تعطوه كده شوية. أوكي بالعافية.